فريق الشرطة يواجه الطلبة الخميس على ملعب الشعب الدولي، نتابع تحضيرات الفريقين ولنا عودة. أكيد مباراة الشرطة مباراة مهمة، يعني قطبين تدري من أقطاب الكرة العراقية. فريق الشرطة من الفرق الجيدة، لاعبين منتخب محترفين جيدين، لكن هذا أعز أن فريقنا جيد، لاعبين جيدين لكن يحتاج لنا بعض العمل. اليوم احنا يعني بدينا وحده تدريبيه استعدادا لمباراه الخميس امام الشرطه، اللاعبين كادوا كلهم عازمين يقدمون شيء يليق باسم وتاريخنا الطلبه. اللاعبين مركزين على مباراه الشرطه، اكيد مباراه الشرطه مباراه مهمه، مباراه جماهيريه. ان شاء الله كلاعبين ان شاء الله من مباراه الشرطه